السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وسهلا في مطبخ نورهان. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سريعة جدا 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 للي أول مرة تدخل المطبخ. دي أقرب أكلة ليها وأسهل وأسرع أكلة ليها، هي البطاطس. صينية بطاطس معمولة بالسجق، ومعانا نص كوباية زيت صغيرة، وبصلاية، ومعايا ثوم متقطع صغير، معايا البهارات بتاعتنا، معلقة من البابريكا، فصين حبهان، ورقتين لورو، معلقة من الفلفل الأسمر، وملح، ومعايا عصير طماطم. ونبتدي مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنجيب الصينية بتاعتنا. أسهل حاجة ممكن تدخلي تعمليها، معايا بطاطس متقطعة، معايا البطاطس متقطعة اهي، وحطيتها في الصينية، فرشتها في الصينية. هبدأ أنزل عليها الصدور. معايا كده هنزل البصل، بصل متقطع اي تقطيعه، تمام. هنزل عليها الثوم متقطع، بعد كده هنبدأ ننزل عليها البهارات بتاعتنا. احنا اتفقنا ورق لورو، فصين حبهان، هننزل ملح وفلفل وبابريكا، بعد كده هننزل عصير الطماطم. ادي عصير الطماطم عليها. نحط نص كوباية صغيرة من الزيت، لأن الصدق معانا طبعا فيه إيدام، بينزل الإيدام بتاعه، فاحنا مش هنحط سمنة ولا نحط حاجة. انت تقدري تحطي برضو معلقة من الزبدة على الوش، بس هو كده كده الصدق بيبقى فيه إيدام برضو بينزل. تجيبيها كده خليهم في بعض، شوية ملح طبعا، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 280، على درجة حرارة 200، وهنسيبها مع نفسها بقى كده تستوي براحتها، وهرجع لكم بعد ما تستوي. ولو عجبتكم ما تنسونوش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله بعد ما تستوي. صينية البطاطس بعد ما طلعت من الفرن، شايفين استوت تمام. هغرفها في الطبق دلوقتي اهو، وبتفضلوا معانا الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.